السلام عليكم اخوتي، كنبغيو التحيه ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه. دخل المغرب خارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج، كنبغيو التحيه ديالنا من هذه المباراه اخوتي. كنبغيو التحيه لجميع الاصدقاء وجميع الحبايب وجميع الحباب واللي كيتضامنوا مع محمد الطبيب، واللي شاف القصه اخوتي يعمل ابوني وعمل جيم بارطاجي الفيديو مزيان اخوتي، باش تعرفوا شنو كاين في هذا المجتمع وكيفاش الناس كتعيش، وشي حاجات بينا كنسمعهم كنشوفهم وعشناهم مع الدراري داخل السجن. القصه ديالنا اليوم اجتماعيه بامتياز، وتابعوا معايا حتى الاخر ورايح وتصنت شنو واقع. هذا واحد السيد اخوتي عنده ثلاثه ديال الدراري، باش نجيو من الاخر تسمحوا نطولوا عليكم لا نعرقلوا القضيه اولاد. واحد السيد عنده ثلاثه ديال الدراري بحالو بحال الناس كاملين، وكنعرف الاحياء الشعبيه كيفاش. هذا كمل قرايه، هذا ما كملش، هذا كدا، كل واحد وكيفاش. الاب ديالو كيخدم مع الناس واحد الكراج ديال الميكانيك. المهم بالاختصار الاب ديالو ميكانيك، وهاد جوج العيال اللي ما كملوش حتى هما عاود كيخدموا معاه ميكانيك وكذا، وهادي وخدام مع الناس. واحد من هاد الاولاد هادو ديما كان البال ديالو يخوي، كما كنقولو خصو يطلع لبرا، ديما الحلم ديالو كبير وخصو يطلع لبرا من غير خواتو اخرين، تلاتة بيهم، تلاتة الدكورة ويماهم وباباهم وعاكرين. المهم دازت سنين بحال هدايا، وانت كتعرف الاب يلا كيتكافى مع الكرا ومع المصيراف وكذا، وديك جوج العواون المعلمين الصنعة تا هما معاه ميكانيك وكدا ولادو، وباقي شوية كدا الكبير ديالهم هو هذا اللي غادي نكملكم القصة عليه. ديما الحلم ديالو خصو يزيد، حق الله سبحانه عز وجل وزاد خوا. قال الأب ديالو عنده عاجوج دراري معاه هنايا والأم والمرا ديالو، ابنو الكبير خوا المغرب مشى يبدل الوضعيه ديالو، مشى يشوف حياه اخرى وديكور اخر على الولد، بحال اللي نبغيو نقولو حنا حتى هو بدراعو اخوة. دوز سنين او ديك الولاد هدايا كتعرف واحد من هادوك اللي في المغرب عيد تبلع تبلع بالغبره باليروين، وهما كيخدمو مع الناس وتبلع باليروين كما كنقولو بالدارجه صباح جانكي صباح جانكي، وديما الصداع هو وديك خالي كتر منو شي حاجه، علاش هذاك كيمثل بإذا هو الثاني دباه وكذا، هادي علاش خا خوا المغرب، او كيوقع الصداعات في الدار معاه وكذا، وهادي على ديك البليه وعلى كذا، بدا كيحاديث دو في ديك الكراج ديك الناس مع الخدامين كيسرق البياس كذا، هادي كل نهار كيوقع الدبزات بيناتهم، والام ديالو مسكينه عيات حتى هي وكتفرق من هذا من هذا اخر ولا جانكي، والحاله ديالو قبيحه كتعرف واحد الشيء اللي ما يتصورش. دخل واحد دخل للحبس، دخل واحد دخل للحبس على الهيروين، بقى هذاك مع باه في الكراج خدام مع هذاك زعما اليد اليمنى الاب ديالو، بقى معاه في الكراج وكذا، وهادي با با انت كتعرف كاين بعض الدراري بحال هذا كيترقوا شي زعما مع والديهم حد الان كيبان انسان مزيان. وتابعوا معنا القصه حتى الاخر باش تعرفوا شنو كيوقع في هذه الحياه. هذاك اللي كنا كنقولوا حنا يا ولد مزيان وكذا، عاد سمعوا شي حاجه تاع العايد تلفوكم، عمل الاب ديالو ما كيتفارقش واسرار الاب ديالو مع ديك الناس اللي كيخدم. المهم ماشي مزيان دابا حد الان، ماشي مزيان مع الاب ديالو وكذا. هذاك في الحبس واحد النهار كيعيط لهم ديك خاهم اللي فوق اوروبا، كيهضر مع الام ديالو كيهضر مع الاب ديالو بيناتهم، هضر مع الام ديالو كدا وهادية، والاب ديالو قال له تشوف هادشي يبقى بيناتنا، انتوما الام ديالي عادي تشوف انت تشوفو شي كراج، والام ديالي هي اللي عادي تقوم بالدور هادشي هذا كامل، وخوتي خليهم ترانكي ما تقولوا لهم حتى حاجه من هادشي هذا، وانا غنصرف لكم الفلوس باش الاب ديالي يكون في كراج ديالو. داكشي اللي غيوقع، هضر مع الاب ديالو والام ديالو، الاب ديالو سيري خدم ديك الشيء هذاك، صرا واحد الكراج كدا وهادية
الكراج مزيان، شرا البياس شرا الماعون شرا كذا، بنو كيسرد لهم فوق كيسرد لهم يما، ويما كنعطي للاب ديالو. اكون كراج من ملعب، وشرا واحد الدار كتعرف يا خوتي، كتعرف على دار زعما باش يفرح والديه، دار كبيره كتعرف وكلشي ديالها وكذا، وهادي كيسرد فلوس الام ديالو والاب ديالو كيقوموا بهاد الدار. وتابعوا معنا الخطه، تعرفوا شنو كاين. مني تفضح الكراج وكذا عند خا اخر، قال له الاب ديالو، قال له عندي كراج وكذا، عرف اللي كاين. قال كيفاش؟ قال خوك شرا ليا كراج وكذا، وهادي يا اخر سمع ديك الروايه بإذا الكراج دبوه، مابغاوش يعاودوا له الحقيقه. علاش؟ هو قال له ما تعاودوش هادشي هذا باش يبقى. قال صافي الاب ديالي ولا لاباس ولا كذا ولا هادي، عيبدا يدخلوا الطمع. هنا بدا كيدخلوا الطماع، ولاو ساكنين نقيين، ما بقاوش في الحي الشعبي، بلاصه ديال كدا، الناس تنقات، الام ديالو كذلك وميته، الاب ديالو كدا، ولاو كيخدموا مع الناس ولا كدا. خرج هذاك من الحبس، ضرب واحد العام ونص ولا عامين، خرج من الحبس بالاب ديالو والكراج ديالو وكلشي ديالو هادي. المهم ما عرف حتى حاجه هذاك الجاكي مسكين اللي مبلي بالغبره. ايوا بدا كيجي معاهم للكراج، سمع حتى هو عنده التفاتف وكذا، شنو مرات الله يشافيك ويشافي جميع المسلمين، هاد الدراري هذا اللي كنعيطو لهم حنا تجناكا، مرة مرة عاود كيعمل شي زبلة ولا كذا، كيدارز هو وديك خوه ديما، وبعض الحالات خوه كان كيسبب له في الحبس. المهم هذاك عاود كبرت فيه الكراج دبواه، وهادي بدا كيخرج كيقصر، بدا كذا، هادي تعرف على واحد البنت، تعرف على واحد البنت، قال الاب الام ديال الام ديالو والاب ديالو عفوا، واحد البنت عجبتني وكذا، وهادي باغي نتزوجها وكذا. قالوا له ما قلتيش العيب وهادي، والبنت حق هو مشى شي معاها بزاف وطاحت عليه مع حتى في الكراج، حتى في الدار، حتى في هادي، وقال له وعاود له وكذا، وهادي طرا من هنا ضربوا السداسي بخماسي، جابها للدار، جاب المرا ديالو للدار، خاف اوروبا، جاب المرا ديالو للدار عند باباه ويماه. ديك جان كانت كتعرف مسكين على الزنايق وكذا، وهادي هو مع الاب ديالو في الكراج، دوز ما تيسر معاها، بدات كتعمرو على الام ديالو، المشاكل بين مراتو والام ديالو، كتقول له كذا، واش غنبقاو ساكنين حنا معاهم وكذا، وهادي نعمل كذا، بدات كتوري له افعال الشياطين. ناد الولد هذا اللي خدام في الكراج مع باه، كيفاش وكذا، وهادي كيفاش كيفاش، بدا كيهضر مع باه، كيهضر مع يماه، واحد النهار ما فطن شي ضرب الاب ديالو. حنا دخلنا في عالم اخر، الاب ديالو ضرب في المرا ديالو، هو ضربو، ضرب بابا، اذا هذا مرضي مسقوط من الدرجه الاولى. ناضت الام ديالو كتغوت وكذا، بدا كيبندض عليها وبدا كيزبل، خرج المرا ديالو من برا، مشاو تعشاو برا وزاو برا وكذا، وهادي انسان خرجوا رجلهم الشواري كما كنقولوا حنا بالدارجه، ولا كيشرب الخمر، كيشرب سربيسه، وكيقصر هو مراتو وكذا، وهادي كيجي فيها خبغه ويمشي فيها خبغه وكذا، وهادي وعمر الطونوبير على السميه عم تاع بواه، فهمتي؟ دابا هو واش كيقول؟ الكراج على السميه دباباه، الدار على السميه دباباه وديمه، كلشي على السميه دباباه، خاص رد فلوس من باباه وباباه شراه وكذا وكذا. المرا بدات كتعمرو باش يوقع له مشكل مع عائلتو، يخويهم الدار، يهرف عليهم بالعربيه. ناضو مشاكل بين ديك الجانكي وهذا اللي في الكراج، دابزو مع بعضهم، ناض صداع كبير كدا، هادي تضرب ديك الجانكي، جا المخزن داهم، هادي ناضت الام، ناض الاب كدا، هادي كاشي فريوه، يشوفو القضيه كاشي فريوه. ناض ديك الجانكي عمل تنازل من ديك خاه، وسمح له وكذا على والديه وكذا، وهادي دبر عليه وكذا، وخا مسكين دماه وكذا وتعدى عليه، المهم سيطر ولا، تقول ماشي هو هذا اللي كان كيخدم مع باباه في الكراج وترانكيل، هذاك اللي برا ما جايب خبار، وهذا الطماع هذا ما في راسو والو. واحد النهار تسيطر وكذا، وهادي وشبر الاب ديالو، عملوا معاه في الطونوبيل، قال له خصك تعمل لي الكراج بيع وشرا، زيرو مسكين زيرو وكذا. العنف وكذا والتهيب والخليع وهداد بدا هداد، والكواغط عندو ديك السمعات دالو كذا، هادي قالو عاسني نتينا،
عاد دلو ديك الشيء هذاك الكواغط بايع له ما بايع له كدا وهاديه وهاديك خطه عاد المرا ديالو ناضت عاود كتقول له هيدا نعملوا له في الدار نعملوا له كذا ناض كيحيح وكيرون وكدا وهاديه عاد يخوي الاب ديالو الام ديالو من الدار خواهم من الدار اذا الكراج باعو بواه ليلو وكلشي دا هو ودا الدار ودا الكراج الام ديالو والاب ديالو مساكن رجعوا لديك الحي فين كانوا ساكنين كيعرفوهم الناس قال كيفاش قال كدا قال اللي كاين اللي كاين اللي كاين اللي كاين حق القصه اللي ما عرفها حتى واحد اخوتي هو كان كيضرب ديك الراجل وكتب له وعمل له وصنع له وديك الراجل في الحقيقه ديال الله راه هو الام ديالو من النهار اللي شراو ديك الشيء هذاك ما عملته لا على السميه ديالها لا على السميه ديال راجله لا على السميه شي واحد عملته على السميه ديال ابن الكبير اللي صرد الفلوس وما عرفت القصه حتى واحد من غير الله سبحانه عز وجل هذاك اللي برا وكذا ما جابش الخبر دازت سنين وكذا وهديه كيفاش اخر تسيطر ودا الدار ودا كذا وديك المراه ديما كتخربط فيه وكذا وهادي حتى عملت له كذا عراف شي حاجه اللي ما طيحش على البال شي حاجه اللي ما طيحش على البال خصك تعمل لي ليل وعاودت كنصب عليه مراته نصباتو على والديه سرق والديه ونصب على والديه وضرب باه وضرب الام ديالو خواهم من الدار وداروا مرزقهم وكذا وباه ولا انسان مريض ولا انسان مريض في الدار وكذا ها هو وديك الجانكي بدا كيجي عندهم واخا ديك الجانكي بوبرين بلي وكذا هادي كيدبر الحاجه برا كيتعاون مع الام ديالو والاب ديالو هذاك اللي برا بداو كيعيطوا له كيصرد من الام ديالو ما كيبغيوش يقولوا له واش كذا هادي ما وقعت شي كارثه ولا هو فحالو كذا وهي وصلت الطنين وصلت لهذاك اللي برا شي واحد من الحي كذا وهادي عندهم مع خاهم الكبير وكذا هادي وصل الخبر هذاك جاب الخبر برا عيط الام ديالو بدا كيهضر معاها كيفاش كذا هادي قالت له وليدي لا اله الا الله محمد رسول الله واش غادي نعملوا له هو تجوز وكذا والمرا ديالو ديما المشاكل وديما كذا وديما هادي وكتصنع المشاكل بيناتنا ودا الكراج نبواه ودا الدار ودا كذا وحنا رجعنا للحومه ديالنا رجعنا ساكنين بلاصه فين كنا ساكنين هذاك ما تسططلوش خال كبير مني سمع ديك الهضره هذيك بات مصباح كما كنقولوا حنايا بات مصباح السيد فوق اوروبا ما مجوج ما والو وكيخاطر براسو وعايش وعمل الكورطات ديالو وعمل كلشي صباح في المغرب الصباح في المغرب كدا هادي جا لديك الحي كيف تشعل الاب ديالو والام ديالو فتش عليهم بحال هكدا تلاقاهم وكدا هادي ورحب بيهم وكدا داكشي من مزيان ايوا قصروه ما كاين والو كدا هادي عاودولو كيفاش كان كيتصرف مع بواه وكيفاش كان كيتصرف مع الام ديالو وصل ضرب باباه وكدا هادي والاب ديالو راه هو وقعت له شي حاجه مني ما طيحش على البال ومرض بالسكر بالعصاب وكساله عدر تلاقى بديك الجانكي كدا هادي سقسف عليه كدا تهلا فيه وبدا كيعاود له باذن ضربوا المره الاولى وضربوا المره الثانيه دماغ وطلعوا الحبس جوج المرات كيعاود له داكشي اللي كاين وعقل له انا خايم بلي وانا كدا ولا عطى الله وكدا هادي وهذاك بنادم هذاك تسيطرت عليه المرض ديالو وعملت له صنعت له ها اللي كاين اللي كاين اللي كاين اللي كاين هذاك لا غدا مشى عند هذاك مشى عند هذاك دخل عليه الكراج بغى يعمل ديك اللعيبه داها اعطاه واحد جوج صحاحيط ناضت الحيحانه كدا وهاديه الكراج ما الكراج والدار كدا هادي ناضو كيهضرو ناض المخزن ناض الروينه عطاه قتله من الملاح ايوا مشى دخل ديك الدار ناضت الهضره ناض ديكلاراسيونات كيتكا كدا هادي عملوا له بإذن هو اللي تسلط على والديه وداله مرزق والديه وكذا وهادي وهذا الشيء هذا الكراج وهذا الدار وهادي ما هي الاب ديالو ما هي الام ديالو ما هي تد واحد هذا رزقي انا ومني عيفتحوا القضيه عيجبروا على السميه ديال هذاك اللي كان برا الام ديالو مني كان كيصرط لها الفلوس ما عملتش شي حاجه على السميه ديال ولادها او على السميه ديال راجلها كانت كتعمل على السميه ديال بناه مول الفلوس اللي برا هادي اللي ما عرفهاش الشفار
ومراته ناضت الهايطه وناضت الروينه وكذا وهادية وعاد يصدق فيها الناس وعايز تكون داخلين فيها شي ناس اللي خربقوا هادشي هدايا والروينه عاد يوقع والمخزن عاد يتدخل في القضيه وكذا راه عيعطيوها 5 سنوات ديال السجن باش كتعرفوا اخوتي الطمع طاعون والطاعون كيقتل بنادم اللي عاد يتزوج ويجيب المراه للدار عندي الماء وبابع ويبغي يخرجهم من الزنقه هذا هو المرضي هذا هو المرضي الله سبحانه عز وجل والصلاة قال لك طيعوا الله وطيعوا الوالدين وولي امر منكم الناس طيع الله هو الاولي وطيع والديك اللي الحياه ديالهم كامله وهم مكرفصين عليك مني كنت صغير كنتي باقي فيك والو في كيلو ولا ما كاملش كاد مرض هي اللي كانت كترطعك هي اللي كتداوي كل اب ديالك كيجري هو اللي سبع لك هو اللي كان كيوكلك ويصرف عليك ويمشي مسكين خدام مع الناس تا وليتي ضربو وحقرتيه في حياته في منامو وديك الشيء ما عمرو عملو له شي واحد حتى عملو له بنو وديتي له البلاصه ديال الخبز اللي شراها له بنو هو عا خدام فيها هنا باش كنقول لك الطماع كيغلبو الكذاب واللي كيكون كرشو كبيره تبع المراه دا العيله ما عاد جاز معاها وكذا وهادي لعبت عليه وضحكت عليه حتى نصب على والديه ونصب على راسو وهي بيدها بغات ديرو ديكشي كامل اخر نهايه كيمشي هو وياها للحبس واللي صوروا مع الكواغط واللي عملوا معاه ديك الفيلم كامل باش دم تاع باباه وضربوه كذا وديك الشيء اللي عمل كامل لباباه اللي ضرب باباه وضرب يمه وضرب خاه كامل عاد تحكم عليه وعاد دي 5 سنوات وهي المرا ديالو عاد دي 2 عامين ديال السجن على شي امور تعملات حتى هي مع هاد العائلات والملك ديك الشيء كامل راه ما كانش في سميه باباه او ديما سميه خال كبير اللي في اوروبا وهو ديك الشيء موثق معد انجليزي ديك الشيء محافظ على سميه خال علاش الام ديالو الله يسمح لنا من الوالدين الام ديالو ما كانتش طماعه والاب ديالو ما كانش طماع واخا كيصردوا الفلوس ما كيعملوش على سميه شي واحد كيعمل على سميه هذاك اللي جا من برا هذاك اللي غامر هذاك اللي خرج من برا خوتي الشباب تهلاو في والديكم عمل ابوني وعمل جيم وبارطاجي معنا الفيديو مع الطبيب وليلة يا الله محمد رسول الله خوتي الشباب وتصمتوا مزيان وعاش الملك.